اه يعني لما اتعمل في اظن السي بي سي اتعملت حكايه مناقشات مع كل المرشحين وحاجات زي كده، اه كل اللي يقدر يقوله مرسي هي انه هنعمل كذا وكذا في اول 100 يوم، هينظف البلد ويعمل نظم القنبله المرور النوويه. واه انا كنت في الوقت دوت يعني ابتديت افوق ان اللي بيتطبق هو برنامج الاخوان اللي طلع سنه 2007، وهو برنامج يعني لا يوجد فيه اي شك ده انك كان انت برنامج الحزب. الحزب. وهو بعتهولي، كان ساعتها مرشد كان الاخوان مهدي اكف وقتها. عاكف بعتهولي، بعته ال50 كاتب ومفكر وغيره، وانا كنت من منهم. بينهم. فكان البرنامج، وانا حتى عملت عليه حاجه بس بالانجليزي، اللي هي كانت لها علاقه بفهم الاخوان المسلمين، understanding the Muslim brothers، كانت تحليل اساسا لبرنامج 2007. ده بيجعل من مصر كوبي من ايران، يعني التجربه الايرانيه بس على سنه، يعني يعني استنساخ على مذهب سني، ومش باين قوي يعني، انما هي بالظبط يعني برنامج التصنيع بتاعهم، عايز يعمل قنبله ذريه، يعني واخد البنود بتاعت الدوله الايرانيه وعايز يطبقها على في مصر. المثال المصري.